الحقيقه النهارده حصل لي موقف غريب جدا، وهي ان ده اللي فهو يدل على اسم وعظمه النادي الاهلي. النهارده كنت في احد السوبر ماركتس الكبيره يعني اللي منتشره في، فلقيت مجموعه من الولاد الصغيرين، واقفين، وكانوا لابسين مش هقول نادي ايه، ولكن كانوا بيلعبوا في نادي اخر غير النادي الاهلي. بالصدفة تصادف وجودي هناك، والولاد شافوني وعايزين يجوا يتصوروا وبتاع، فأنا لقيتهم واقفين في مكان كده كان موجود، ولقيتهم واقفين كتير، مثلا 10 15 ولد واقفين، هم كانوا الظاهر بيلعبوا فرقة ولا حاجة وراجعين أو أي حاجة. المهم يعني الولاد دول لقيتهم واقفين في مكان أو عند مكان قريب من مكان كده. فأنا لفت نظري وهم شافوني، فجم يتصوروا معايا يا كابتن وبتاع مش عارف إيه، واتصورت. اتبسطت جدا. أنتوا بتلعبوا فين؟ قالوا لي بنلعب في النادي الفلاني وكذا 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 وكذا. طب إيه اللي جايبكم هنا وموقفكم هنا؟ اصل احنا شفنا البوم النادي الاهلي، البوم النادي الاهلي، وخلي بال حضراتكم وقفت مده طويله، يعني انا يمكن جاي النهارده 11 الا 10 ولا حاجه قبل ما، وقفت مده طويله عشان اشوف الناس دي بتقول ايه على النادي الاهلي، او الولاد الصغيرين دول شايفين الموضوع ازاي وبيقولوا ايه على النادي الاهلي. انا يهمني كده الحقيقه عشان اقول لحضراتكم وجهه النظر، يعني او الولاد الصغيرين اللي بيلعبوا في نادي اخر، شايفين ازاي؟ مسكوا الالبوم، في البوم جديد احنا حضراتكم زي ما انتم عارفين اعلنا، النادي الاهلي اعلن عنه وعمل مؤتمر صحفي من حوالي شهر شهر ونص كده، فالالبوم ده نزل، الولاد ماسكين الالبوم. هو حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا، النادي الاهلي لما يتحط اسمه على حاجه لازم تبقى حاجه جميله وحاجه محترمه، ومن الواضح ان اللي شغالين على الموضوع عاملين شغل كويس. ففتحته، عارفين زي الحاجات، معرفش هل من حقي ان انا اقول الكلام، معرفش، لكن هي زي البوم كده موجود وفي صور بتتحط، الخامه حلوه، الشغل حلو، الصور اللي محطوطه، الولاد قالوا لي احنا شفنا صورتك يا كابتن. انا اتبسطت بصراحه، اتبسطت وعجبني الموضوع قوي، لانه في النهايه قد ايه الولاد بقى واقفين عمال يقولوا ايه، فاتحين الالبوم، والالبوم فيه معلومات عن منذ بدايه النادي الاهلي 1907 وحتى الان، ومقسمينه كده كذا تقسيمه، يعني اللي يعرف او اللي اشترى يشوف ويعرف هو ده ايه، هيعرف ان في حاجات حلوه جدا، يفتح ويشوف هيلاقي حاجات حلوه. فالولاد بقى ايه، انت عارف لما الولاد الصغيرين دول لحضراتكم تحس ان هم سرحوا كده نفسهم يبقوا موجودين في الالبوم ده. انا قعدت اتفرجت على الولاد دول من بعيد، يعني مشيت بقى كده من بعيد شويه وقعدت اتفرجت عليهم. ايه الولاد دي؟ هو ايه عظمه النادي الاهلي ده؟ هو النادي الاهلي ده، اسم النادي الاهلي ده وعظمه النادي الاهلي ده فين؟ يعني بتوصل للقلوب ازاي؟ ودول فريق كان بيلاعب فريق تاني في القاهره ومعديين، فنزلوا فشافوا الالبوم بتاع النادي الاهلي، شافوا الالبوم بتاع النادي الاهلي فعايزين يعرفوا كل حاجه عن النادي الاهلي، ففتحوا الالبوم، شافوا الصور، شافوا المعلومات اللي فيه، شافوا عاملين حاجه كده سيكشن للجمهور. انا قعدت اتفرجت، انا قعدت بتاع ساعه او ساعه الا ربع مع الولاد بتفرج معاهم وبشوف معاهم وبعمل معاهم، حاجه عجبتني جدا. يا كابتن ده انت صورت، جابوا في بوكسات كده موجوده بيشتروها، فجابوا بوكسات، فواحد بيطلع لقى صورتي بالصدفه، فاتبسطت جدا. انا اللي هو تاريخي قد كده موجود في الالبوم، كل الناس موجوده، وحاجه جميله جدا، وتقدر تتفرج على حاجات حلوه جدا. ولكن قعدت افكر وانا جاي في الطريق، يعني هو الالبوم ده لو محطوط عليه اسم نادي تاني هل كان هيبقى الشغف اللي موجود ده كده، والولاد كلها بتطلع وبتشتري وبتاع؟ هل في نادي عنده عبق من التاريخ بمثل هذا الشكل؟ قعدت افكر في الموضوع وقلت لازم هقوله لجمهور قناه النادي الاهلي وجمهور ملعب الاهلي، لانه حاجه عظيمه جدا، والالبوم شكله حلو ولطيف ومحطوط في كيس كده ومتكيس وشكله لطيف، شكله حلو يعني منظره، وبعدين بقى ايه احمر كده ومش عارف ايه، والاهلي نادي الاهلي، يعني طبعا هنحاول نجيبه لكم مرة تانية إن شاء الله، ولكن حاجة حلوة، حاجة لطيفة، عظمة اسم النادي الأهلي. الولاد واقفين، والله يا جماعة يعني
الولاد من الواضح ان هم حتى يعني بيحاولوا يلموا من بعض عشان يجيبوا اتنين تلات البومين تلاته ويشتروهم ويرجعوا بيهم. بيلموا من بعض. معلش هو موقف بعيد عن الكلام اللي انا بتكلمه، ولكن هي دي عظمه النادي الاهلي. هو ده اسم النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي عندما تعرض للاستفزاز في احد المباريات كمل اللعب عادي، وكان مغلوب بالمناسبه، النادي الاهلي كان مغلوب في هذه المباراه اللي فاتت. وعندما تعرض لاعبو النادي الاهلي للاستفزاز كملوا الماتش عادي والدنيا مشيت وخلاص وانتهت الموضوع واتقفل واتغلبنا ومفيش مشكله. عملنا ايه؟ مجلس الاداره عمل ايه؟ مع مدير النشاط الرياضي حاولوا يعملوا فرقه تتناسب مع اسم النادي الاهلي، فجابوا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، عملوا فرقه سله. في دور ال 16 كسبت نادي الزمالك. واحد عمل لعبه مهاريه. ايه اللي حصل؟ تثير الاستفزاز ولا ما تثيرش الاستفزاز؟ اللي عايز يقول كده يقول واللي عايز يقول كده يقول. ولكن وانا بقول لكل جمهور النادي الاهلي، لو حد من اي جمهور او من لا يشجع النادي الاهلي قال لحضرتك كده، وري له الحركه بتاعه الضغط دي، قول له هل ده طبيعي؟ هل في السله عمركم شفتوا واحد ساب الكوره وساب الدنيا وقعد يعمل كده؟ فهنا عظمه النادي الاهلي وعظمه اداره النادي الاهلي في الوقت ده كانت بتعمل ايه؟ السنه اللي فاتت كانت بتعمل ايه؟ موصله ان الولاد دول لازم امسك اعصابك مهما كانت الامور. والعظمه في الموضوع الثاني زي ما قلت لكم، موضوع الالبوم بتاع النادي الاهلي ده، اسم النادي الاهلي وشكل الالبوم وحاجه كده، حاجه فخمه، حاجه كده حلوه. فربطت الموضوعين ببعض الحقيقه، اسم وعظمه النادي الاهلي واسم وعظمه النادي الاهلي. هنا في حاجه شركه عاملاها او حد عاملها وجايبها وجايب البوم وحاطط فيه صور وحاطط فيه بتاع، وهنا مبادئ وقيم واخلاق. فهو ده النادي الاهلي يا جماعه، هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي. وانا اسف ان انا كل شويه بقى اكرر هذا الكلام، لانه بحاول اجيب لحضراتكم امثله من الواقع، امثله من الواقع. دي صوره القلب. انا بشكرك جدا يا سمير، ده حاجه جميله جدا، حاجه ما انا بقول لحضراتكم ان هو حاجه جميله وحاجه محترمه. وخدوا بالكم الموضوعين مش بعيد عن بعض، لا الموضوعين فيهم العظمه هنا الاخلاق والمبادئ اللي احنا دايما بنتعود نشتغل عليها. وهنا شوفوا الولاد، انا كان نفسي والله اصور واجيبها لسمير يحطها لنا على الشاشه، يا ريتني عملت كده. الولاد قاعدين، والله الولاد قاعد ماسك الالبوم كده، هو الالبوم لطيف عمال يعمل فيه ويبص فيه كده. الولد الصغير بيسرح 14 او يمكن اقل من 14 سنه تقريبا. ف الولد بيسرح كده، نفسه يبقى صورته موجوده هنا. وبيقول لك يعني ولد منهم بيقول الولد صاحبه، يعني هل ممكن نبقى احنا في يوم من الايام كده؟ كابتن احمد شوبير كان معانا في احدى الحلقات في سهره معه، قال لي يا اسلام انا كاتب اسم احمد عبد العزيز شوبير، وانا دايما هستشهد بهذا الموضوع. احمد عبد العزيز شوبير حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر من وانا عندي 10 سنين. اتمنى ان الحلقه دي تروح للولاد دول، يبقى عندهم دايما الامل وان انا دايما ما يأسش. شوفوا النادي الاهلي، نادي الاهلي واسم النادي الاهلي وحاجه كده بسيطه، البوم كده موجود وشويه ورق وحاجات موجوده حلوه جدا ومرسومه بشكل حلو وكل حاجه، ولكن في النهايه هي ورق مطبوع. عملت ايه في ولاد صغيرين؟ حاجه جميله جدا. انا بشكر الحقيقه القائمين على العمل في 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 هذا الموضوع، في موضوع الالبوم ده، لانه موضوع لطيف حلو شكله حلو. انا اول مره اشوفه الحقيقه امبارح او النهارده لما كنت موجود اول مره اشوفه، بصيت عجبني جدا الشغل وعجبني جدا، وقلت ان انا لازم اقول لجمهور النادي الاهلي الموقف الصغير ده. ممكن موقف يكون صغير كلنا نتعلم منه، انا اتعلمت منه، قاعد بفكر في الموضوع من وانا جاي وبتعلم، بحاول اتعلم على قد ما اقدر. سرحان الولد وهم بيكلموا بعض، هل ممكن نبقى كده؟ كابتن فلان، كابتن ابو تريكه، كابتن بركات، كابتن حسام غالي، كابتن من اول 1907
لغايه دلوقتي، ولسه بيقولوا فيه تاني وتالت بعد كده. ف حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا، يظل دائما اسم النادي الاهلي هو الاسم اللي دايما احنا كلنا بنفتخر بيه، وكلنا بنحاول دايما نبقى بننتمي للنادي الاهلي، كلنا دايما بنحاول نقرب من النادي الاهلي، او نحاول نبقى نعمل حاجه عشان نبقى قريبين من النادي الاهلي وجمهوره. معلش انا طولت على حضراتكم في الموضوع ده، ولكن